لما بدأنا البرنامج هنا كنا حاطين هدف قدامنا إننا نسلط الضوء على صناعة المحتوى اللي بيقدموا محتوى مفيد ينفع الناس، ولكن وإحنا ماشيين في الطريق وبندور على الناس دول شفنا حاجات كتيرة قوي ممكن نقول إنها أغرب من الخيال. ومع الأسف الشديد لقينا ناس عندهم ملايين المتابعين وكل اللي بيقدموه عبارة عن إسفاف حقيقي، ولكن مع الأسف الأكتر بيتابعهم وماشي وراهم ملايين الناس. وشفنا كلنا من كام يوم انه تم القبض على واحده من البلوجرز المشهورين وتوجه ليها تهم النصب على المواطنين، وقبل كده شفنا برضو اكتر من حاله تم القبض فيها على اكتر من بلوجر تاني، وطبعا الاسباب بتختلف ومنها طبعا كمان اسباب اخلاقيه. المشكله هنا زي ما قلت لكم ان الناس دول عندهم ملايين المتابعين، وده اللي خلانا نقرر ان احنا ننور اللمبه الحمراء النهارده، وزي ما بيقولوا كده ندق جرس الانذار عشان كل اولادنا وشبابنا يفهموا شيء مهم قوي، وهو انه مش اي حد مشهور وعنده ملايين المتابعين ينفع ان احنا نمشي وراه. وعشان نتكلم اكتر في القصه دي هيكون معانا على زوم اللايف كوتش انجي الدهشان. ازيك يا انجي؟ اهلا، ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام. انجي، في البداية عايز اعرف منك، هو فعلا الناس بقت تمشي ورا اي حد مشهور من غير ما يفكروا؟ بصي، هو مش عايزين نعمم ونقول كل الناس، بس اغلبية الناس، لان السوشيال ميديا فيها سحر، يعني الكاميرا فيها سحر، فالناس كلها اسمها اضحك عشان الصورة تطلع حلو. فاي حد بيشوف اي حد على السوشيال ميديا ينبهر بيه بيحب يقلده. اوكي، طب هما بينبهروا بايه؟ يعني انت من شغلتك تقدري تقولي لي ايه هما اللي بينبهروا بيه؟ الشباب مثلا او الاطفال؟ بصي، هو احنا ممكن نسال نفسنا، نرجع خطوه لورا، انا بنبهر ليه؟ ايه اللي بيخليني انبهر؟ اي حد في الدنيا بيقف قدام اي مشكله يسال نفسه ليه؟ ايه اللي بيخليني انبهر بيها؟ انا عايزه ابقى زيها، انا حابه عيشتها. فمن هنا ابتدي اسال نفسي الاسئله الصح، يعني اي حد بيتفرج علينا بينبهر من اي حد من بلوجرز او سوشيال ميديا يسال نفسه هو منبهر ليه؟ عيشته لو هو مش عاجباه وعيشه تاني اللي عاجباه لازم يعرف ان هي مش حقيقيه. يعني عشان اي حد يطلع من البلوجرز دول بيعملوا مجهود خرافي، بيلبسوا، بيحط ميك اب، بيصوروا، بيشوفوا صوره كويسه، بيحطوا اضاءه، مش هي دي حياتهم. اول لما يدوسوا اوف هي دي الحياه الطبيعيه طبعا، اللي كلنا عايشين زي بعض. طيب انا لما باجي اتفرج على اي محتوى على السوشيال ميديا، انت بتقولي نسال نفسنا، انا هسال بالزبط. نفسي دلوقتي، احنا لما بنيجي نتفرج على اي محتوى على السوشيال ميديا اكيد في حاجات بتشدني جدا، ممكن مثلا انبهر بواحده مثلا بتقولي او بتعلمني ازاي البس ايه على ايه، او تديني افكار ان انا البس ايه على ايه، او ان مثلا حد بيعلمني ازاي اشتري ده من فين، او ازاي احط ميك اب، لكن انا ما بكونش مبهوره بالشخص نفسه. انا ممكن اكون مبسوطه وشايفه ان المحتوى ده بيساعدني في اللي انا نفسي فيه، لكن مش بكون مبهوره بالبني ادم بنفسه، مش بمشي وراه وخلاص. ده الاجابه بتاعت سؤال. خلينا نفرق، في حد عنده وعي بيبقى مش مبهور بالبني ادم، بيبقى مبهور باللي بيعمله. يعني انا ما بعرفش احط ميك اب، فببقى مبهوره باللي بيعرف يحط ميك اب في ثانيه طبعا، وبينزل وبيخرج. انا ببقى محتاجه اجيب حد يعمل لي ميك اب وبدفع فلوس، وباجي اعمل ميك اب لنفسي وحش ما بيعجبنيش. فده انا عندي وعي، يعني حضرتك بتتكلمي كده حضرتك عندك وعي ان انت ما تبقيش مبهوره بالبني ادم، لكن مبهوره بالكونتنت اللي هو بيقدمه. دي خطوة حلوة وخطوة قصيرة قوي نقدر نعملها في خطوتين. طالما أنا ما بعرفش أحط الألوان على بعض أتعلم أحط الألوان، ما بعرفش أعمل ميك اب أتعلم أعمل ميك اب. من هنا ما فيش أي حاجة هتبهرني غير اللي أنا عايزة أتفرج عليه. لكن أنا لو مبهورة بالبني آدم وبحبه هو، أي حاجة بيعملها بجري وراه، أي حاجة بيقول عليها حتى لو أنا عارفة إن هو واخد فلوس عشان الشامبو ده او عشان اللبس ده فبروح اشتريه وما بيطلعش حلو عليا، ده معناها ان هنا في مشكله عند البني ادم طبعا. طيب احنا ازاي نفهم اولادنا او نخليهم يعرفوا يفرقوا بين المحتوى الجيد والمحتوى اللي كله اسفاف مثلا؟ اول حاجه علمهم لما بيجي يمسكوا الكاميرا بيبصوا ان هم لازم يضحكوا، لازم يبقى البوز حلو، لازم يبقوا لابسين حلو، لازم صاحبتها تبقى شكلها حلو، تسرح شعرها، عشان اخلي اللاوعي بتاعهم يعرفوا ان اي حاجه بشوفها على السوشيال ميديا مش حقيقيه. يعني انا وانا صاحيه من النوم مش زي ما انا بكلم حاجه دلوقتي، انا طبعا بكلم حاجه دلوقتي انا محضره نفسي، فانا محضره نفسي، فمش دي الصوره الحقيقيه، دي الصوره الجماليه اللي انا عايزه ابينها قدام الناس. لكن الصوره الحقيقيه وانا قاعده في بيتي وانا خارجه مع اصحابي بالتريننج سوت،
فابقى عندي في اللاوعي بتاعي مفهمه اولادي كويس قوي ان اللي احنا بنشوفه ده مش الصوره الحقيقيه، ده فلتر. احنا حتى واحنا بنصور بنحط فلتر، هعلمهم يتصوروا من غير فلتر ويتصوروا فلتر عشان اللاوعي بتاعهم يكبر ان السوشيال ميديا مش الحقيقه. طيب انا دايما بحب اسال السؤال اللي هو بتاع لو انا ما لحقتش لسه اعلم ابني او ابني كبر عن ان انا اشرح له حاجه زي دي دلوقتي، وبقى هو دلوقتي عنده اوبسيشن مثلا بشخص معين، انا بالنسبه لي كأم شايفه ان تصرفات هذا الشخص اللي هو بيتابعه مش كويسه او مش سليمه، ازاي اوجه ابني او ازاي اقنعه من غير ما اجبره ان هو يبتدي يركز في ان هو ما يتابعش مثلا فلان الفلاني؟ عايزه اقول لك على حاجه، ما فيش اي وقت خالص اسمه الوقت فات، تملي عندنا وقت طول ما احنا عايشين. ابتدي اعرف هو ابني ليه معجب قوي قوي بالشخص ده، ايه اللي بيعجبه فيه؟ الاغاني ولا لبسه ولا صوته ولا ان هو اتشهر؟ فمن هنا ابتدي اعرف مدخل ابني، لازم ابتدي اخد الموضوع بالتفصيله واحده واحده، ماخدوش توتاله كده ابني مجنون بالمغني ده او بالممثل ده اعمل ايه واقعد او بلوجر اخش من بلوجر مثلا على السوشيال ميديا. بالظبط، لو هو على السوشيال ميديا معجب بحد على السوشيال ميديا لازم افهم معجب بيه ليه؟ معجب بيه بلبسه، فابتدي اشوف هل انا مقصره معاه في اللبس؟ معجب بيه بالمزيكا بتاعته، طب هو بيحب المزيكا دي انهي نوع من انواع المزيكا اللي بيحبها الولد او البنت؟ فابتدي اخليه يسمع نفس النغمه بتاعه اللي هو معجب بيها بس حد تاني اقدر اقول له بص ممكن تبقى زيه. لو هو معجب بالشهرة فأشوف هو بيحب الشهرة ليه، هل هو أصحابه منبوز مش بيحب حد الناس بتتنمر عليه فعشان كده هو مش شايف نفسه إن الراجل ده هيعمل له شهرة زيه؟ طب هل هو بيحب الفلوس حاسة إن هو عايز يشتغل؟ أبتدي أدور ورا ابني مش أقول أنا مش عارفة أعمل. كان في فيديو معمول في شباب بيطلعوا يتكلموا واهاليهم بيسالوهم في زي دوكيومنتري صغير او فيلم تسجيلي صغير، ويسالوهم انتوا ليه بتحبوا مثلا ان انتوا تتابعوا فلان وهو بلوجر مثلا وهم شايفين هو مش بيقدم محتوى جيد، فكان رد ان هم قالوا عشان بيعمل ايزي ماني، يعني هو مش مثلا شرط يكون اغنيه او شرط يكون ان هو بيمثل حلو او واحده بنت بتحب واحده بتلبس حلو او وات ايفر، فهم ابتدوا يتابعوا هذا الشخص عشان هما شايفين ان هو بيعمل فلوس بطريقه بسيطه وسهله جدا، فقرروا ان هما ينبهروا بهذا الشخص وهما كمان يتابعوه. تعملي ايه في حاله زي دي؟ هنا لازم اعرف ان ابني او بنتي شايفين ان اي حاجه بتحصل هي بتجيب فلوس بسرعه. فهنا لازم نوقف وقفه كبيره جدا، هيبقى في خلل عند الولاد لما يكبروا فان الاسفاف هو اللي بيعمل فلوس، ان اي حاجه اعملها هي هتجيب فلوس، مش لازم اذاكر، مش لازم ابقى ادقق قوي في الكلام اللي بقوله، المهم اعمل اي حركه تجيب فلوس وخلاص. اهم حاجه اجيب فلوس ازاي؟ لما ابني يوصل للمرحله دي لازم اتعامل معاه في الفلوس ازاي؟ ابتدي افهمه قيمه الفلوس، ابتدي افهمه قيمه الكونتنت اللي بقى الناس بتقدمه، ولو هو شايف ان الراجل ده بيجيب فلوس بسرعه هقول له كل حاجه بتجيب، اي حاجه في الدنيا، اي حد عايز يجيب فلوس هيعرف يجيب فلوس على فكره، بس الفلوس دي هيعمل بيها ايه؟ واجيب له امثله من ناس طلعت بسرعه وجابت فلوس ووقعت فجاه، مظبوط، شربت، بيتها اتخرب، ما بقوش في المجتمع كويسين. انا لما بطلع طفل بربيه بطلعه بمبادئ، عشان كده بيبقى في شاب تقدري تتشرفي بيه وشاب تاني ما تقدريش تقعدي معاه خمس دقائق. صح، بشكرك جدا 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 يا انجي على مداخلتك معانا النهارده، وبكده تكون خلصت فقره سكوب.